السيد وكيل النيابة بنفسه على هذه البيانات. ليه؟ مخالفة نص المادة 206 إجراءات جنائية. ثانيا مخالفة نص المادة 57 من الدستور. طيب المادتين دول قالوا ايه يا سعادة الرئيس؟ قالوا ان علشان انا كنيابة اطلع وافحص الهواتف المحمولة ديت لابد ان يكون هناك اذنا مسبقا من القاضي الجزئي. دي المادة 206. بعد ما تم الضبط او بعد ما يتم الاذن والضبط من القاضي الجزئي النيابة لها الحرية تنطلق كما تشاء. هل هذه الإجراءات تمت بالموافقة لنص المادة 206 إجراءات بفقراتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ لم يحدث، مما يؤدي إلى بطلانها وبطلان الدليل المستمد منها وعدم التعويل عليه. الدفع الثاني انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم محمد طه المتهم الأول بركنيه المادي والمعنوي. هنرجع سعادة الرئيس لبداية الواقعة. بداية الواقعة عصام موجود في الإمارات، سارة خليفة حمادة خليفة مديرة أعماله بتجيب له الحفلات في الإمارات. يا سارة أنا محتاج محامي كويس عشان المحامي اللي معايا في القضية مانيش معتقد فيه. قالت له أنا أعرف الأستاذ محمد حمودة المحامي. هل هي فعلا تعرفه؟ ثابت بأقوالها في النيابة العامة بأن هي عارفاه من سنتين ومن ثلاث سنين، بخصوص إن هي كان في قضية لواحدة صاحبتها عند محمد حمودة. أدي بداية معرفتها. طب يا حبيبي هات لي البطاقة بتاعتك أعمل لك التوكيل على طريق منصة مصر الرقمية. دي أول جزئية. الكلام ده تم، المعلومات المرسلة إلى السيد حسني اللي هو المدعو حسني اللي المدعو أحمد طه اتبعتت له بتاريخ كام؟ اللي هو المحامي واصل الشهر عبارة اتبعتت له بتاريخ 9/5. 9/5 اتبعتت ازاي؟ اتبعت عن طريق سارة خليفة لطلعة المتهم الثالث أو المتهم الثاني اتبعتت له. طلعت بعتها إلى المدعو حسني سيف الدين اللي بدوره بعتها إلى المدعو أحمد حسني أحمد خليفة أحمد دسوق. إذن البيانات الخاصة بالمتهم، البيانات الخاصة بالمحامي راحت قبل تاريخ الواقعة بيومين اتنين. هل ده له دلالة سعادة الرئيس؟ آه يا فندم له دلالة. دلالة إن أنا لم أمد كمحمد طه بأي من بيانات، بأي من بيانات عصام أو بيانات المحامي، لأن أنا ما أعرفش بيانات المحامي. محمد طه من المفترض إن هو تليفونه بيعمله مقفول على طول، هو بيعمل هذا النظام. تليفونه بيقفله ما بيستنوش تليفونه. يوم 10/5 الساعة 8:30 8 مساء قال لمحمد طه مراته دخلت صحته من النوم، اللي هي مين مراته؟ اللي هي فوزية جمال. دخلت صحته من النوم، ليه صحته من النوم؟ قالت له جهاد اللي هي موجودة في الإمارات رفقة زوجها اللي هو عصام بتقول لك افتح تليفونك وهبعت لك بيانات أرقام تليفونات تواصل معاها. الكلام ده كان إمتى؟ كان يوم 10/5 اللي هو لاحق على إرسال بيانات عصام وبيانات المحامي إلى مدير مكتب التوصيل. اتصلت، هل الكلام ده بتأكيد؟ آه. أقوال فوزية أكدت الكلام ده. أقوال سارة نفسها أكدت هذا الكلام. أقوال حسني نفسها في التحقيقات أكدت هذه الأقوال. جميع أقوال حسني نفسه أكدها، أقوال أحمد الدسوق اللي هو موظف الشرع العقاري نفسه أكد هذا الكلام. إن المعلومات عنده من التاريخ يوم الخميس، يوم القبل يوم 9/5 اللي هو يوم الخميس. طيب لما يكون النهارده انا ما عنديش علم ان في حد تليفوني مقفول، تليفوني مقفول، في امر كهذا
انا هتفق مع اشخاص انا ما اعرفهاش. انا لا اعرف ساره خليفه ولا اعرف طلعه ولا اعرف حسني ولا اعرف محمود، ما اعرفش اي من البنات دي كلها، ما اعرفش حد منهم. اذا انا هتفق معاهم ازاي؟ مجرد ان هيجي لي تليفون من شخص ما ايب انا اتفقت معاه او انا اتكلمت معاه. اضف الى هذا ان جميع المكالمات الصادر والوارد على تليفونه لم يثبت خلل الفحص الفني من وجود سمت وقت سمت توقيت المكالمات، يعني ما فيهاش ما حصلش حوار، لم يحدث حوار، ولم يثبت التقرير الفني ان هناك سمت حوار، يعني ما فيش مده، انما كلها مسد كول مسد كول، 11 مكالمه زرده 10 مكالمات ورده، انما ما فيهاش مده. لو كان هناك مصداقيه لكان بين مده المكالمات التي تمت بين محمد واي من الاطراف الثلاثه.